السلام عليكم اخواني واخواتي نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم الوصفه ديالنا ديال مسمن ولا ملوي اللي معمر بلا كريم باتيسير ولا اروع كيجي كي بنين وكيجي مقرمش يلا خليكم معايا غادي نقسم معكم هادي نتمنى هاد المسمنات ولا مليويات ولا معمرين بالكريم باتيسيير يعجبوكم و وينالو الرضا ديالكم وبغيت نشركو معكم لان الطوب يا سلام آه... هاد المسيمنات اللي حضرت بالنفس العجينه اللي, اللي حضرت بها البريوش اللي قسمتها على جوج وحضرت شكل ديال البريوش آه... وشكل ديال مسيمنات ولا مليويات اللي معمرين بالكريمه من الداخل كيجيو سفنجين ومقرمشين وكما كتلاحظوا اللون ديالهم كيجي هاد اللون الذهبي يا سلام وهانتوما قسمت معكم وحده باش تشوفوا من الداخل مازالين ب... ما سخونين اعجبتهم الفران كيجيو رائعين ما شاء الله آه نتمنى مننا... تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها وانا متاكده بلي غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى وليداتكم هانتوما كتشوفوا كتلاحظوا كيفاش كيجيو من الداخل الوصفه باش حضرت هاد المسمن ولا ملوي ولا اللي مامور بلا كريم باتيسير نفس العجينه اللي حضرت بها البريوش كنت آه غادي نحط لكم الوصفه ولكن ما بقاليش الوقت يعني قسمت العجينه على جوج ودرت بها بريوش ونص ونص الاخر درت بها هاد المسمن هذا اللي عمرته بلا كريم وما كانش عندي الوقت باش نحط لكم الوصفه المهم آه وصفه رائعه ونتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر وهنايا كيف ما كتلاحظوا نفس المقادير نفس العجينه المقادير خليتهم لكم في صندوق الوصف اللي بغى يشوف المقادير يدخل على الفيديو ديال بريوش وغادي يلقى المقادير وقال باش حضرت هذه العجينه هذا اللي هو سحري وكيجي اكثر من رائع وتقدروا تشكلوا اللي بغيتوا بها راه قلتها لكم ديجا في الفيديو السابق المهم هاد العجينه هذه السحريه اللي هي رائعه ودغيا كتحضر ودغيا كتوجد و... وتشكلوا فيها كيف ما بغيتوا بغيتوا ديروا بها بريوش بغيتوا ديروها ملاوي ولا مسمن بغيتوا ديروا بها اللي بغيتوا وإلا بغيتو يجيكم مورق أكثر أنا كنت مزروبة هاد العجينة خدمتها غير بزربة كنت مدروكة مزروبة وحضرتها وقسمتها على جوج النص الآخر درتو دو كوتي درت البريوش ومن بعد رجعت صوبت هاد المسمنات هادو ولا رغيفات اللي عمرتهم بلا كريم باتيسيغ وصدقوني كيجيو رائعين ونتمنى تجربوهم تحضروهم في ديركم لوليداتكم طبعا الحال عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشاركوها مع الاهل وأصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ونتمنى تنال الرضا ديالكم كيف ما كتلاحظوا العجينه انا قلت لكم راه لكم كل شيء المقادير في صندوق الوصف و واللي مهتم بالوصفه ما ينساش يدخل الفيديو السابق ديال بريوش وغادي يلقى المقادير آه كاملة مكتوبة آه المهم ونتمنى تعجبكم طبيعة الحال المهم اللي ديالي كيفما شفتو صافي خليتها تلقات ودابا غادي ندير كريسة دياولي كيف ما العادة وغادي نحضرو مسيمنات غنحضرو هاد المسيمنات هادو المهم آه كيف ما كتحضرو مسمن عادي فوالا وكل واحد كيفاش مهم الوصفات كيختلفوا كل واحد كيفاش كيحضر السمن ديالو نتوما الا بغيتو يجيكم اكثر مورق غادي تخدموه على خاطر وتخليوه يرتاح وتعاودوا تخرجوا العجينه تخرجوا من من هذاك الديغازي العجينه ديالكم وتعاودوا تردوها تخليوها تستراح وتعاودوا تخدموا العجينه ديالكم على خاطركم انا كنت مزروبه يعني وكاش عندي الوقت باش ناخذ خاطري وناخذ راحتي الكامله باش نصاوب الوصفه كيف ما بغيت ولكن بالزربه وصدقوني جات جات رائعه والله العظيم لا فامي ديالي ذاقوها وكيسحب ليهم بلي شريتها دازين باتيسري ولا قلت لهم انا اللي صوبتها واعجبتهم وبطبيعه الحال كنظن انتم غادي تعجبكم الا جربتوها في بيوتكم وتردوا عليا في لي كومونتير هنايا ما شركتش معكم لا كريم باتيسير كيفاش حضرتها كنظن بلي الكل كيعرف يصاوب ان كريم باتيسير وحتى اللي ما عندوش الوقت وما بغاش يصاوبها راه كتباع جاهزه في لي ساشي ابار اللي بغا يصاوبها راه كيصاوبها سي فيت فيدري كتحضر البيض مايزينا والحليب وكاين اللي كي يزيد فيها النكهات فاني ولا سيترون ولا اللي بغا الانسان على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار انا هنايا ما بغيتش نشرك معكم الوصفه ديال لا كريم باتيسير على قش غادي يجي الفيديو طويل وهنايا لا كريم باتيسير ملي خرجتها من الفريجيدير جربتها باش باش تطلق ليا لي ما تبقاش باش تعطيني الطعم في العجينه يعني هادشي كاين المهم هنايا انا مسيمنه دياولي طلقو دابا غادي نطلقو مزيان غادي نحاول نورقهم أه على هذا الشكل هذا المهم غادي نورقهم بحال هذا الشكل هذا وسمحوا لي انا قطعت الصوت ديال الفيديو لان الصداع وكاين الغوات أه ديال الدراري على برا كيتسمعوا الوغ قطعت الصوت ديال الفيديو جيت اوبليجي نقطع الصوت المهم كل شيء يعرف يصاوب الملاوي وكل شيء حادق وكل شيء كيعرف يصاوب يعني الاطباق ديالنا المغربيه شكون اللي ما كيعرفش يصاوبها وهذا الفيديو بالخصوص للمبتدئات والمبتدئين المهم واحد كيتعلم كي وحنا براسنا مازال كنتعلموا كما كتلاحظوا انا هنايا طويت طويت الملويات ديالي ولا مسيمنات ولا كل واحد كيفاش كيسميهم غنطويهم هكذا الاربعه و وهانتوما لاحظوا معايا انا كنطلق العجينه ونعاود نحطها ونعاود نصاوب وحدة اخرى باش كتطلق ليا العجينه بسهوله وعاد كندير وحده على وحده كيف ما كتلاحظوا غادي نصاوب اه... شي وحدين غادي نصاوبهم كبار وشي وحدين غادي نصاوبهم صغار والكبارين ها نتوما لاحظتوا معايا غادي نطلقهم على هذا الشكل هذا طويتهم على أربعة وغادي نطلع عاود نطلقهم على هذا الشكل هذا وغادي ندير فيهم الحشوه ديالي ديال لا كريم باتيسيير كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا وغادي نطويلهم غنشدهم غير من الجناب الجناب غادي ندخلهم في الوسط يعني كان ديرهم بحال مو بحال ما عرفتش كيفاش نفهم لكم كديروا لاكريم من الداخل ومن بعد كتشدوا غير الجناب هاد الجنب الوسط وتعود الجنب الاخر يعني باش كتجيكم بحال لي ريكتانغل هادي غادي هادو غادي نصاوبهم صغار نخليهم على هاد الشكل هذا صغارين المهم كما غادي تلاحظوا في الفيديو في, في الاخر غادي تعيب لكم ها انتم على هذا لان الفيديو مزرباه راه الفيديو طويل بزاف وغير زربتو باش دغيا باش ما الفيديو طويل كيف ما كتلاحظوا هكذا ودابا غادي ندير وحده في وحده باش كي هذيك فاش كديروا وحده على وحده هذاك هو اللي كيعطيكم التوريق وكنظن باللي راه راه شي ساهل ماشي صعيب والمهم هنا يا رجعت معكم المسيمنات ديالنا على هذا الشكل هذا كيجيو كندهنوهم بالبيض كنخليهم عفوا حتى يخمروا وندهنوهم بالبيض ديال البيض وندير عليهم دي زاموند ايفيلي اللوز مهرمش مهر ولا لي زاموند ايفيلي والمهم في في الطياب كديروه فرن على 180 حتى يسخن مزيان وعاد دخلو المسمنه اه ديالكم وفاش كتدخلوهم الفران تخليوهم حتى يطيبو يتنفخو كيبانو لكم بلي راه تنفخو وطابو من التحت تشعلو الفوق تشعلو الكغيل فوق باش كيتحمرو كي وكياخدو آه الطياب ديالهم بشكل اه عادي والمهم المسمنه ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا وما ما تصوروش كيفاش كيجيو البنة رائعة 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 ما شاء الله أه مهم فيديو ديالنا كان هو هذا ديال سمنات لما دي مريم بلاك خم باتيسيا أتمنى إن الرضا ديالكم يعجبكم وتشاركوه مع الأصدقاء والأهل ديالكم ونتمنى لكم شهية طيبة وصحة وراحة واللي كانتو حم تسمح ليا كما كتلاحظوا كيجيوا رائعين وكيجيوا مقرمشين المهم الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هو هذا ديال المسمنات نتمنى يعجبكم ونخليكم تنالكم شهيه طيبه بصحة وراحه وما تنساوناش بلايكاتكم يلا بسلام عليكم وبصحة وراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله